بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن شرح طريقة التسجيل في شركة مايو اس. شركة مايو اس هي شركة شبيهة لشركة ووردشيب. طبعا شركة مايو اس تسمح بتخزين الشحنات لديها لفترة تصل إلى 30 يوما، بينما ووردشيب تصل إلى 45 يوما. طبعا شركة مايو اس موجودة فقط في الولايات المتحدة، مثل ووردشيب موجودة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا سوف نتكلم في درس قادم إن شاء الله إذا وفقنا عن بعض المعلومات عن شركة مايو اس. العموم ها هو موقع شركة مايو اس كما ترون. طبعا يمكن التسجيل بالضغط هنا. هنا يذكر أن إذا كانت لديك عضوية في بوابة الإنترنت الرقمية فسوف تحصل على العضوية المميزة لمدة سنة بالمجان، وكذلك سوف تحصل على 25% خصم. بوابة الإنترنت الرقمية ها هي كما ترون، العضوية للسنة الأولى مجانا و 25% خصم إضافي على جميع شحنات شركة مايو اس تسوق في الولايات المتحدة. عندما تضغط سوف يذهب بك إلى هذه الصفحة. عندما تضغط ابدأ الاستخدام الآن سوف ينتقل بك إلى الصفحة التسجيل، وهي هذه كما ترونها هي بالضبط. على العموم هنا تضع اسمك الأول، اسمك الأخير، هنا تختار الدولة، الإيميل تعيد الإيميل، الباسورد تعيد الباسورد، العنوان عنوانك في بلدك العنوان الأول، إذا يوجد تكملة للعنوان تضعه هنا. هنا سيتي المدينة، هنا الولاية والمقاطعة، مثلا سيتي نضع الإحساء، هنا نضع الهفوف، هنا الرمز البريدي، هنا تختار فتح الخط اللي هو مثلا سعودي أريبيا، نحن خلنا نبحث عن يتضح لكم. سعودي أريبيا كما ترون فتح الخط. هنا تكتب رقم الجوال. هنا إذا أردت أن تدخل، هذا اختياري، لكن إذا أردت أن تدخل البطاقة الائتمانية، الاسم الأول، الاسم الأخير على البطاقة، رقم البطاقة، الشهر، السنة، الكود المكون من 3 أرقام خلف البطاقة. ثم هنا إذا كان عنوان الشحن هو نفس عنوان الفواتير تريده تضع علامة الصحة أو لا ترفعها. إذا كان غير، يعني عنوان الفواتير مختلف عن عنوان الشحن، سوف تقوم بملء هذه الخيارات. هنا العنوان، وهنا تكملة العنوان، وهنا الدولة، وهنا السيتي المدينة أو المنطقة، وهنا المدينة، وهنا الرمز البريدي، وهنا رقم الجوال، وعفوا فتح الخط لرقم الجوال، وهنا رقم الجوال، وهنا توافق على الشروط ثم تضغط على هذا الزر. سوف أعود لكم بعد أن أعمل هذه العملية إن شاء الله. بعد ذلك تأتي لنا هذه الصفحة، نقوم الآن بتسجيل الدخول. نضع هنا الإيميل ومن ثم الباسورد، ثم نضغط على هذا الزر. سوف أتيكم بعد أن أعمل هذه العملية إن شاء الله. لا نستطيع المتابعة كما ترون.
على ما يبدو أنه لابد أن يخبرونا لابد أن يكون هناك تفعيل للحساب من طرفهم، وسوف يخبرونا على الإيميل. على العموم سوف نتكلم كما ذكرنا في بداية الفيديو عن الشركة في درس قادم إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.